أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما حكم سد الصحابة أو سد واحد منهم، أي مجرد السد فقط؟ هذا كفر. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. دل على أن من يسب الصحابة ويبغضهم أنه كافر، لأنه ما أبغضهم لأجل أشخاصهم، إنما أبغضهم من أجل دينهم ومن أجل ما قاموا به من الدعوة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر الدين والعلم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن عاداهم فإنه يكون كافرا، لأنه ما عاداهم من أجل أشخاصهم، وإنما عاداهم من أجل أعمالهم التي قاموا بها. هذا زيغ وضلال والعياذ بالله. لا يبغض الصحابة إلا منافق، معلوم النفاق، والمنافق في الدرك الأسفل من النار. يقول: ما لقرائنا، يعني الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، أرغب بطونا وأجبا وأكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم، يعني عن هذه المقالة، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. دل على أنهم كانوا قبل مسلمين، فلما قالوا هذه المقالة كفروا بعد إيمانهم. هذا حكم الله في من سب الصحابة، نسأل الله العافية.